مناسك الحج. الإحرام. ينوي الحاج محرما من الميقات حسب جهة قدومه، ويبدأ في التلبية بترديد لبيك اللهم لبيك بعد الإحرام مباشرة. طواف القدوم. أول طواف للحاج بعد وصوله مكة، وهو 7 أشواط حول الكعبة، ثم ينتظر الحاج بمكة حتى يوم التروية. يوم التروية. في اليوم 8 من ذي الحجة يذهب الحاج في صباحه إلى منى ويبيت هناك، ويصلي الصلوات في مواقيتها قصرا وليس جمعا. الوقوف بعرفة. في اليوم 9 من ذي الحجة يتوجه الحاج بعد الشروق إلى جبل عرفة، ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويبقى هناك إلى غروب الشمس. مزدلفة. بعد غروب يوم عرفة ينطلق الحاج إلى مزدلفة، ويصلي فيها صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت هناك إلى الفجر. رمي الجمرة الكبرى. صباح يوم العيد 10 من ذي الحجة يتوجه الحاج بعد صلاة الفجر إلى منى ويرمي الجمرات، ثم يذبح الأضحية ويحلق رأسه ويقصره. طواف الإفاضة. بعد حلق الرأس يتوجه الحاج إلى البيت الحرام ويطوف بالكعبة 7 أشواط طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة يصلي الحاج 2 ركعتين وراء مقام إبراهيم أو في أي بقعة من الحرم. الصفا والمروة. بعد الصلاة يتوجه الحاج للسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وبعد الانتهاء يعود إلى منى للمبيت بها. يوم التشريق الأول. بعد صلاة ظهر 11 من ذي الحجة يرمي الحاج الجمرات، ثم يتجه إلى منطقة منى ويبيت هناك. يوم التشريق الثاني. في اليوم 12 من ذي الحجة يفعل الحاج ما فعله في اليوم الأول، ثم يرجع إلى منى لقضاء الليلة بها. طواف الوداع. اليوم 3 من التشريق يكرر الحاج نفس ما فعله أول وثاني يوم، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من 7 أشواط. وبذلك يكون قد أتم الحج.